من سوريا. سوريا يعني سوريا إذا بمشي في شوارعها يمكن ما أكون مصدقة، ما أكون أنا متأكدة إنه سفرتي هذه راح تكون مغيرة كثير على تفكير المغرب العربي لسوريا، لأنه سوريا بلد جميلة كثير، والمشاهير ما فيش كثير يمشوا يروحوا لها صراحة ويصوروا، كلها تروح للأماكن اللي معروفين أوكي. لكن أنا كإنسانة ضحى بحس إنه سوريا لو بروح لها أنا بنصدم، وكل متابعيني اللي ما يعرفوش سوريا راح ينصدموا، وراح تصير كثير تغيرات. فخذوني على سوريا ان شاء الله، بحاول بوعدكم وعد انه سوريا لا تصير رايحه جايه عليها محلاها بس ادعوا لي انه الغلط مني بالغت فيك زيادة. تحطوا شوية هون وتحطي شوية هون وتحطي شوية هنا وتحطي شوية هنا، اوكي ولا مش اوكي؟ شوية هون وتحطي شوية هون وتحطي شوية هنا وتحطي شوية هنا، اوكي ولا مش اوكي؟